صباح الفل عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد معاكم طارق ابراهيم النهارده من نيويورك من مانهاتن قدام الستيرز اسمها فيزو ستيرز في هاتسون يارد. طبعا زي ما وعدتكم قلت لكم بس الدنيا يعني كانت ساقعه ومفيش مجال ان الواحد يطلع ولا مجال الواحد يروح ولا يجي، بس يا دوب زي ما وعدتكم اول ما الدنيا الجو يظبط كده ويبقى في مجال دايما هطلع واخدكم ونلففكم ونوريكم كل اللي انتم نفسكم فيه. طبعا دي من احد المعالم الجديده يعني في نيويورك زي ما انتم شايفين، دي في مانهاتن في منطقه اسمها هاتسون يارد. طبعا المنطقه دي اتعمل فيها مبنيين، الاثنين يعتبروا من اشهر المزارات السياحيه الجديده الموجوده في مانهاتن، والجديده لان هي يعني لسه مبنيه قريب يعني زي ما انا بقول لكم. ف اللي انا قريته يعني ان المبنى ده يعتبر عدد السلالم اللي فيه 2500 سلمه. طبعا المكان من بره هنا القعدة يعني والكلام ده كله فور فري، تقدر تيجي هنا تقعد تاكل تتصور، انما عشان تدخل فوق اعتقد $10 تطلع فوق تتصور تعمل اللي انت عايزه. اعتقد الساعة 10 دلوقتي بيفتح دلوقتي على طول. من المزارات السياحية دايما بيبقى زحمة، بس طبعا عشان كورونا المكان فاضي خالص. حابب انا اوريكم من زاوية ابعد شوية عشان تقدروا تشوفوا معايا. زي ما انتم شايفين المبنى طويل جدا، يعني اعتقد المفروض ان هو 16 دور. هو 16 دور. زي ما قلت لكم، زي ما كنت بقول لكم ان دول اشهر مكانين من الاماكن الجديدة المشهورة في ولاية نيويورك في مدينة مانهاتن. حاجة تانية اسمها ذا ايدج. ذا ايدج ده اللي انت بتطلع فوق تتصور في الزاوية وتبقى شايف نيويورك كلها من فوق. غير بقى في مزارات تانية كتير زي مبنى التجارة العالمي عندكم اكتر من مكان يعني. بس انا اللي بتكلم عنه المكان ده حلو للصور، حلو للفيديوهات، فيه ناس كتير مصورين موجودين، الناس اللي بيعملوا فلوجز، كل الناس بتعمل فيديوهات برضو. انا حبيت اوريها لكم، خليني اصور. بصوا المكان اهو، في بعض الجرافيتي بيكتشرز، القعده هنا، احنا وسط نيويورك نفسها. ادي المبنى اهو، طبعا مزينين الاشجار. بس حبيت احكي لكم يعني قصه مختصره عن المبنى ده. هحط برضو انفورميشن على اللوكيشن بتاعه، الناس اللي عاوزه تيجي تتصور لوكيشن الويب سايت عشان لو عاوز تعمل تيكتس. زي ما انا قلت لكم هبقى احط اللوكيشن واحط كل الانفورميشن بتاعته عشان تقدروا مثلا تشوفوا هنا تيجي تتصوروا لو عاوزين تاخدوا تيكت. طبعا المنظر ده اعتقد ان هو واكن، يعني تخش على طول تاخد التيكت. لو حابب تحجزها اونلاين برضه تقدر تحجزها اونلاين. مكان حلو، القعدة هنا حلوة، ممكن تجيب أكل هنا تاكل، في عربيات أكل هنا، في محلات شفتها وأنا ماشي برضو. أتمنى الفيديو يعجبكم، انتظروا فيديوهات تانية كتير هشوف لو رحت أماكن تانية النهاردة برضو هصورها لكم. أنا معاكم طارق إبراهيم هنا، أنا مش عارف أنا بنطقها صح ولا لا، بس اسمه فيزو هاتسون يارد مانهاتن. أتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة. سلام عليكم.